بقى سؤال يا كابتن، عشان انت مش يعني مش هقاطع حضرتك، لكن هو السؤال دلوقتي انت اتكلمت على بوزيشن كابتن جهاد جريشة بعيد تماما على بوزيشن انه يشوف كوره مشتركه ما بين مهاجم ومدافع داخل منطقه الجزاء، الفيجن بتاعه بعيد ما يقدرش يحكم. طيب السبب اللي هو ليه، طب احنا عاملين ليه الفار، يعني السبب ليه الكابتن جهاد جريشة ما راحش للفار بالظبط؟ كابتن هنا انا مفترض الفار حاجه من الاثنين، يا انا كحكم بقول له انا شاكك في اللعبه اعمل تشيك عليها، بطلب انا كحكم بطلب. الحاجه الثانيه هنا الفار كمان ليه دور كبير جدا جدا. اولا انت الفار ده شغلك، احنا قلنا الفار بيتدخل فيها يا كابتن هاني. تاني للناس بنقول من فضلكم، الفار يتدخل في كره هدف او مش هدف، بيدخل في ركله جزاء او مش ركله جزاء، بيتدخل في البطاقه الحمراء مباشره او الهويه المفقوده للاعب في البطاقه الحمراء او التسلل ممكن. لا التسلل ما هدف او مش هدف داخله في التسلل، داخله في التسلل، داخل في التسلل. أوكي. لكن هم الاربع حاجات اللي احنا بنتكلم فيهم من ضمن ركله جزاء وركله جزاء، هذه ركله جزاء بنسبه 100% كان لابد انك انت تحسبها. انت كفار النهارده موجود النهارده وجاي حضرتك عشان هذه الالعاب المهمه طبعا، اللي النهارده انا بقول النهارده تاني من خلال البرنامج مش بتجنع الحكامي، احنا داعمين لحكامنا ولجنة حكامنا وماشيين معاهم وفي ظهرهم، بس من غير المعقول النهارده احنا لما كنا داعمين للحكام الحكام ما تساعدش نفسيها، صح الحكام ما تشغلش عن نفسها. نيجي للحاله ديت، انت كفار ركله جزاء واضحه مليون في الميه، حتى لو الحكم ما قالكش راجعني انت المفروض طبقا للبروتوكول طبيعي يا كابتن جهاد احتماليه وجود ركله جزاء، حضرتك تعال شوف. طيب حضرتك تعال شوف، لانك انت حسبت ركنيه على سن المدافع لعب، لا المدافع ما لعبش، كان يجب على الفار، كان يجب على الفار التنبيه على الحكم من فضلك احتماليه ركله جزاء، وركله جزاء واضحه جدا. انفرادك تعال شوف اللي حصل، انا مش عارف يعني لحد طيب يعني هو طبيعي، يعني خلينا نحط احتمالات، يعني حضرتك بتقول من الواجب الفار يشوف يقول له في احتماليه ضرب الجزاء، ده البروتوكول اللي بيقول مش انا، البروتوكول اللي بيقول الفار، هنقول ان الفار قال للكابتن جهاد جريشة في احتماليه ضرب الجزاء تعالى شوف. هل من الوارد ان الكابتن جهاد جريشة يعمل نفسه مش سامع ويكمل المباراه؟ لا صعب، لان كل ده بيتسجل في غرفه الفار يا كابتن، الفار يا كابتن هاني بتسجل كل المحادثات اللي بتتم ما بين الفار وحكم المباراه. تمام، انا بقول لك في احتماليه، لان بقول لك احتماليه، لان لو انا ماشي معاك في القرار هعمل كونفيرم هقول لك انت صح، انما طالما قلت لك احتماليه يبقى انت، انا شفت حاجه انت ما شفتهاش في الملعب يا كابتن، يبقى انا شفت حاجه كبار انت ما شفتهاش في الملعب. هو ده كان المفروض يحصل من طارق مجدي، وطارق مجدي حكم كبير على فكره وحكم لعب كتير. يا كابتن جهاد من فضلك انا شايف ان احتماليه ركله جزاء، فضلك تعالى شوف. طيب من الوارد انه ما يكونش الفار قال للكابتن جهاد جريشة، من الوارد او من الوارد ان يكون الفار اكد على قرار جهاد جريشة ان هنا مفيش مخالفه، ودي تبقى عمليه صعبه جدا جدا يا كابتن هاني. تاني انت قلت حضرتك ممكن الفار، ممكن الفار ما يكونش بلغ الكابتن جهاد جريشة، لا ما هو لازم لازم هيبلغ، لازم هيعمل حاجه من الاثنين. ما لو بلغ يبقى لازم يروح يشوف. لا ما انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل كونفيرم على قرارك، اقول لك انك انت كنت صح، تمام يا كابتن هاني انت خدت القرار الصح، مفيش داعي انك انت ترجع تاني ليا. ليه؟ ممكن يبقى الحكم نفس تقديره هو تقدير الفيديو، ان الحكم هنا هو طارق مجدي عمل ايه، ما انا قلت لحضرتك كده طارق شاف من وجهه نظري دي مش ركله جزاء. ازاي بقى يا كابتن هيشوف من وجهه نظره؟ يعني الفار قاعد زي ما حضرتك قاعد انا وبنشوف الصوره. يعني كابتن جهاد بعيد قلنا 25 متر وما شافش، تمام. لكن انا بتكلم على حكم فار قدامه الشاشه وقدامه الصوره اللي مش شايفها، او الزاويه اللي مش شايفها الكابتن جهاد بالظبط. وخلي بالك الكلام هل الزاويه دي هي اللي احنا شفناها؟ انا اسال سؤال بس كده، يعني دايما الزاويه تطلع مع النادي الاهلي، ماتش دجله ايد فقال لك دي زاويه الحكم مش شايفها، طب ما زاويه الحكم مش شايفها، ما هو الفرج عشان كده برضه. خليني اقول على حاجه كابتن هاني، خليني اقول هذه ركله جزاء مش محتاجه جدال، عارف احيانا بنختلف انا وانت لما نقول 50 50 70 20 ماشي، هذه ركله جزاء وانا بقول اهو على مسؤوليتي هذه اسهل ركله جزاء في الدوري حتى الان، زي ما كان يجب تدخل الفار، وزي ما قلت عدم تدخل الفار النهارده حرم النادي الاهلي من هدف. ما هو ده اللي بتكلم عليه يا كابتن، يعني وبالتالي هو المشكله ايه بقى؟ ما هي المشكله بقى النادي الاهلي اتعادل، عارفين انها ضربه جزاء والناس كلها طلعت انها ضربه جزاء، احنا مش هي تحليلها ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء واضحه.